سلاح ضد الشيطان، سلاح بطال رهيب، وهو آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله الله. الرسول بيقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. يعني ايه؟ يعني كل حاجة في الكون دي عارفة ربنا وعارفة اسم ربنا. لما بتقول اسم الله مفيش حاجة تقدر تضرك. زي ولله المثل الأعلى، لما تكون في المحافظة، لما تشتغل باسم المحافظ محدش يقدر يقرب منك. انت في الكون ده بسم الله حصن حصين لك في هذه الحياة. الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، الله الذي لا يرفع مع اسمه شيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاتم بتاعه كان مكتوب عليه الله، تحتها رسول، تحتها محمد. طول عمري لما كنت ابص لها اقول طب ليه مش محمد فوق محمد رسول الله؟ ليه بتتقري من تحت؟ فلما ادرك المرء علاقة القريبين من الله بالله سبحانه وتعالى، فهمت انه لا يعلو على اسم الله شيء. ما فيش اسم يعلو على اسم الله ابدا. الله الذي لا يثقل مع اسمه شيء. لما كلمة الله تتحط في بطاقة في الميزان تطيش 99 صحيفة سيئات. الله لا اله الا هو الحي. لما ابني يدخل على ابوه يقول انا في ابتلاء، انا في كرب، مش هعرف ادفع الفلوس اللي عليا، انا اتسجن، ابوه يقول له ايه؟ يقول له عيب، ده انا لسه حي، ده انا لسه عايش، عيب انك تقول الكلمة دي وانا حي. ربنا بيقول لك انت ليك رب حي، ليك رب حي لا يموت. عيب انك انت تيأس وانت ليك رب حي لا يموت. عيب انك انت تيأس وانت ليك رب قدير الحي القيوم. القيوم يا جماعة، انتوا عارفين قدرة ربنا قد ايه؟ لما واحد يجي يقول لك انا في مشكلة اعمل ايه؟ تقول له الله لا اله الا هو الحي، ربك حي سبحانه وتعالى. يقول لك بس ما ممكن انا ليه حد، يعني ابويا يكون حي ولا المثل الاعلى بس ما يقدرش يحل مشكلتي. لا، الحي القيوم قادر سبحانه وتعالى. طب ما ممكن يقدر بس، يعني ايه ممكن ابويا يقدر يحل مشكلتي بس ما هوش غافل عني، ما هوش داري بيا. لا تأخذه سنة ولا نوم. طب ما ممكن ابويا عارف مشكلتي بس انا الحل بتاعي غالي قوي وعايز فلوس كتير. له ما في السماوات وما في الارض. طب ما ممكن يعني المشكلة دي حد، او الحاجة اللي انا عايزها حد تاني ياخدها بواسطة كبيرة ولا حاجة. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. طب ما ممكن يقدر يحل، يعني وحد يقدر يحل لك مشكلتك بس ما يعلمش الحل. مش كل واحد قادر يبقى يعلم. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. قال له طب ما ممكن بعد ما يجيب لي حل المشكلة حد يجي ياخده مني ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله الله سبحانه وتعالى. علاج بطار ضد الشيطان وضد الوساوس وضد مشاكل الدنيا وضد شياطين الانس والجان. آية الكرسي بس تقولها وانت عارف كلمة الله بتخرج من قلبك. سلاح اسلحة بطارة يا جماعة. والله ربنا مللنا القرآن والسنة اسلحة. المشكلة ان احنا مش عارفين نستعملها. المشكلة ان احنا بنستعملها صح. المشكلة ان احنا قلوبنا ما هياش عايشة مع معاني هذه الاسلحة واحنا بنقولها. ما انتش عارف يعني ايه الحي القيوم. ما انتش حاسس بيها وانت بتقولها. فلما بتتقال بتطلع الطلقة ضعيفة. ما انتش عارف تجيب تضرب الابتلاء اللي موجود في حياتك.